قطر تنادي مبروك علينا النجاح ومبروك علينا الشتاء، مبروك علينا هذا الشيواء. وكنقدموا هذا الفوز لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، ومبروك علينا. وديما ديما مغرب، ديما مغرب فرحانه 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 بالشتاء وفرحانه بالفوز. ولعبوا مزيان والفوز كان مستحق. انتوما خارجين متجابلين اليوم؟ انا وبنتي وبنت جارتي. ها هي خارجين ومتجابلين وفرحانين فرحانين وكنقدموا هذه الفرحة ديالنا للشعب المغربي كله ولكل شيء والدول كلها. ودي قطر تنادي وديما مغرب. هنيئا له هنيئا له، حمر لنا وجهنا وفرحنا وفرحنا وكنهنئوه وشكرا وديما أخويا. الحمد لله انت كما كتشوف راه كلشي فرحان، حنا تأهلنا للمونديال والحمد لله مقودية مفور، واليوم فرحة كبيرة الحمد لله. الشعب كان مرتاح محتاج هذه الفرحة، وكان ديما مغرب ديما مغرب. وخا الشتا خارجين فرحانين. عادي حنا حتى شي حاجة ما كانتش حبسنا على حب الوطن الحمد لله. حنا في الشتا في الثلج ديما نبقاو حاضرين مع البلاد ديالنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خويا كنشكر اخويا اللعابة اللي قاموا بمجهود صراحة اليوم. صراحة الرجال واخا شوية ضروري واخا خاص شويه ديال الشونجمون صراحه في المنتخب ديالنا، ولكن الحمد لله تاهلنا كاس العالم. ومبروك المغرب ومبروك المغاربه كاملين اخويا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.